يسعد على الجميع، وان شاء الله انه كل انسان بتكون صيامه مقبول وتكون عنده ايام حلوه. ممكن تكون عندكم عادي، ممكن تضطروا اوقات انه تعملوها اذا كانت الاشياء او القصه مش بايدكم، لسبب رح تتعرفوا على هذا الموضوع مع هبه اليوم. 1 2 3 هبه يا حياتي. ما فيني ما اقولها. صباح الخير هبه. صباح النور. وينعاد عليك اكيد وعلى ضيفك ان شاء الله وعائلتك، وصباح الخير لكل المشاهدين، وينعاد عليهم ان شاء الله بالصحة والخير. صباح الخير كميل عطية. كميل غيدة صاحب شركة بروماكس. بروماكس رح تعرفنا عليها أكثر، بس خليني أقول شغلة، أنه أنا اليوم كتير مبسوطة بالحلقة. ليه؟ لأنه أنا كتير بحب قصص السبور اللي خاصة بالأوتدورز، خاصة بالطبيعة، اللي أوقات الواحد بحب شوي يهرب من الجيم ومن الماشين ومن الحديد وكذا، ليروح هيك يرجع يروق بينه وبين حاله مع الطبيعة، ينبسط مع العالم، وبنفس الوقت يكون عم يعمل سبور وعم بيستفيد. صح. كميل عطية، أنت حتعرفنا أكثر عن شركة بروماكس. شو بتعملوا وشو القصص السبور اللي بتعملوها بالطبيعة وغير الطبيعة كمان؟ أوكي، هلا بروماكس بتشمل كذا سكشن أو كذا فرع. الفرع الاول من الاكتيفيتيز اللي بنعملها هي النشاطات الذهنيه او الانتلكتشوال اكتيفيتيز، يلي بنعرض فيها برامج بتكون مفيده مثل دوكيومنتريز او وثائقي، لحتى نعمل شيرنج، لحتى نتشارك الافكار وحتى نعرض افكار جديده وحتى نتعرف على موضوع جديد ونرجع نحكي فيه كلنا سوا. هلا الفرع الثاني او سكشن الثاني هي الاوتدورز او الاكتيفيتيز بالهواء الطلق. صح. فهيدي بنعمل فيها مثلا تشمل الهايكينج او المشي بالطبيعه، الرافتينج، الماونتن بايكينج، والنشاطات الثانيه كمان. عندنا سكشن ثالثه اللي هي البيرسونال تريننج وفتنس كونسلتينج وهيلث كوتشينج. وعندنا السكشن الرابعه اللي هي للشركات، يلي بنعمل لهم فيها العاب من خلال نشاطات بالطبيعه كمان، لحتى الموظفين يلعبوا مع بعضهم ليصيروا قادرين يشتغلوا مع بعضهم اكثر. وعندنا كمان سكشن الكوربوريت الثاني يلي هي الكوربوريت فتنس، يلي بنعمل لهم فيها برامج خاصه للموظفين الشركات لحتى يكونوا اكتف اكثر بقلب الشركه، مسيطرين يعني كل شيء ممكن يخلينا نكون بهيك اكتف مود عاملينه. طيب اليوم بدنا نحكي عن حمله عاملينها شيء كثير مهضوم غيدا، كثير حلو، يلي هي دراجة. فأنا اليوم جبت لكم معي ستيكر، يمكن أخذتوا فكرة عنه شوي، ما بعرف إذا ببين على الكاميرا ببين شيء. هلا بياخذوه هيك. أوكي. أصلاً راح تفرجوه يمكن بالفيديو. صح. فهيدي الحملة الدراجة هي الهدف منها إنه نرجع نخلي. بدي أقطعك شوي، قبل ما نحكي عن الأهداف لأنه حنحكي كثير عن الدراجة، خلي العالم تعرف أكثر وتفهم أكثر عن شو عم نحكي، خلينا نشوف هذا الكليب الصغير ونرجع نحكي أهداف دراجة. Do you have a health bank account? Promax will help you create one. شفنا تعرفنا اكثر شوي على الرجاء. اوكي، كيف ولدت الفكره وشو اهدافها؟ كيف ولدت الفكره؟ اول سؤال، عاده بطبيعه شغلي بكون قاعد مع العالم بدي اعطيهم استشارات ليعملوا يعني بكون عم يسالوني انه شو الطريقه الاحسن لنعمل رياضه او هيك، بنلاقي بالاخر انه اكثريه العالم ما بتعمل رياضه لانه ما عندها وقت. مزبوط. او من زمان كنا عايشين نحن بجيم تقليدي يلي هو كانوا الورك والورك اوت كلمه وحده. فنحن عم نرجع نلاقي كل الطرق لنرجع نرد الشغل على الرياضه ونرجع نخليهم يصيروا كلمه وحده. فكامبين دراجة هي وحده من الكامبينز اللي عملناها او بلشنا فيها لحتى نرجع نخلي العالم تفوت ب اكتيف مود
ليرجعوا نشطين اكثر ويرجعوا يعملوا رياضه بحياتهم اليوميه ضمن وقتهم، لانه نحن اوقات ننطر الاسانسور 3 دقائق لحتى يجي لعنا، بهالثلاث دقائق هودي فينا نوصل يمكن ونوفر دقيقه كمان، فهيك بصير عندنا وقت اكثر اوقات مش وقت اقل. واكبر المساهمين معك هي شركه الكهرباء لحالها الكهرباء عنهم مضطرين يطلعوا هلا اللي عم الكهرباء عم في اتفاق مع شركه الكهرباء عن جد هي اكبر المساهمين اوقات مش يعني مضطرين ما عندهم حل ثاني بده يطلعوا بالدرج او الناس اللي عندهم فوبيا كمان من الاسانسور اللي هن بيعملوها اوريدي على مدار السنه بقى، بس هدول الباقيين الدرجه بتصور بتنفعهم كثير أكيد. اكيد فيك عن جد يعني انت هذا بكون شيء كثير ناجح اذا تعمل اتفاق مع شركه الكهرباء بتعمله بدون اتفاق اوريدي يعني هو الاتفاق موجود ضمنيا يعني. طيب فاذا الهدف انه العالم ما تستعمل كثير اسانسور قد ما فيها، يعني اذا طلع على السير على طابق سابع توقف على الرابع مثلا تكفي درج، او حتى العالم اللي فيها لا ليش لا تطلع على كل درج، يعني يقللوا من استعمال الاسانسور ويستعملوا الدرج. صح، وهيدي الهدف منها انه نستعمل طاقه من مطرح ما لازم. يعني نحن اوقات كثير بنستعمل طاقه الاسانسور ليطلع وبنخلي طاقتنا الزايده عنا اللي بدنا نروح نخسرها بالجيم وعم نحس بذنب انه ما عم نقدر نروح على الجيم. فهيدي اداره الطاقه، نحن إدارة الطاقة بنستعملها بغير طريقة لحتى نرجع نستعمل طاقة مطرح ما لازم، لحتى نرجع نحرق كالوريز أكثر ونحرق هالكمية الدهون الزايدة عنا بالوقت اللي نحن بنكون مرتاحين فيه، مش ضروري ياخذ شهر أو شهرين، في ياخذ سنة، بس هيك بنكون صحيين على طول وبنفوت بلايف ستايل صحي أكثر. طيب هيدي الحملة موجهة لكل العالم صغار كبار، هلا في عالم مزبوط. اكيد بفهم اللي عندها اوجاع معينه يلي الدكتور بيكون مناعه تطلع دراج او تنزل دراج، اكيد نحن مش عم نحكي مع 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 هيدي الفئه من العالم، عم نحكي من العالم يلي ما لها خلق ويلي دائما بتكون حجتها انه ما معها وقت وما لها خلق تعمل سبور وما لها خلق تتحرك، او اذا نازلين مثلا على السوق لشي مطرح ليشتروا غرض، اذا ما كان في مطرح ليصفوا سيارتهم حد هيدا المحل بفضلوا انه ما ينزلوا على المحل، بيجوا ليلاقوا صف في حد المطرح لينزلوا. يعني احنا الفكره موجهه للعالم يلي ما لها خلق ويلي دائما حجتها انه ما معها وقت، صح؟ صح، لا الفكره موجهه اكثر للعالم اللي ما عندها وقت، لانه نحن هدفنا الاساسي نخلق يعني كوميونتي صحيه او مجتمع صحي. فنحن مثل ما تعودنا على انه نكون يمكن قليل الخصيه ونقعد كثير، فينا نرجع نتعود لانه راسنا نحن شو بنعطيه بيتعود. صح، فالهدف انه نرجع نعود راسنا لحتى يرجع يكون اكتف اكثر، لحتى يعمل سينكرونايزيشن مع جسمنا ويؤمره لحتى يعمل اكتيفيتيز اكثر. هو نحن اصلا شو بنحكي مع حالنا؟ لأن نحن بنحكي مع حالنا بس نقول عم نفكر سيلف توك. اي صح، بنكون عم نحكي مع حالنا لأن نحن بنقول لحالنا اليوم بدنا نعمل ما بدنا نعمل وشو بنقول لحالنا ومنأكد لحالنا بنعمل. طيب اذا ما نحكي شيء خاصه بجسمنا، أدي الدرج بيفيد شو العضلات اللي بيحركها، وين بيزبط اكثر، بيساعدنا لنظبط الشيب تبع جسمنا؟ اكيد عم نحكي على مدى طويل، مش اذا طلعنا مره على الدرج حيمشي الحال دغري. هلا اكيد بطبيعه الحال العضلات اللي عم نشغلها هي عضلات الكوادريسبس من قدام او عضلات الفخاد الاماميه، عضلات الادكتور من جوا، عضلات الفخاد الداخليه، وعضلات الفخاد الخارجي الابدكتور، وعضلات الهامسترينج من ورا يلي هن الفخاد من ورا والفاسيه من فوق. هيدي بالاضافه للمولي ولعضله القلب والدوره الدمويه بتحرك اكثر، نفوت اكسجين على جسمنا اكثر، على راسنا اكثر، بنكون اكتف اكثر، وبالتالي كمان جهازنا العصبي بيكون جاهز اكثر ليعمل رياكشن مع العضلات وينسقوا سوا مع بعض اكثر. فهيدي فوائدها كثيره على شورت تيرم او على الوقت القصير، وعلى اللونج تيرم على المدى الطويل لحتى نكون عم نحرق دهون اكثر ونكون ايموشنلي احسن، لانه نحن عاده بتحسن وضعنا النفسي بس نحسن وضعنا الفيزيولوجي، واثنيناتهم بياثروا على بعض، يعني اوقات هي قبل هي واوقات هيديك قبل هي، فهيدي بتكون عم تساعدنا كمان لحتى نكون نحن بستيت اوف مايند او بوضع فكري احسن وصافي اكثر وفي توازن اكثر. صحيح. غيدة بتستعمل الدرج؟ قليل قليل، اذا اول طابق ايه، اذا ثاني ماكسيموم، بس اكثر من هيك لا. ليه؟ لا عن جد انه لانك بتتعبي مثلا او قله خلق او بتحبي، لا انه ليه بدي اطلع درج في اسانسور مثلا يطلع؟ انه اثنين مع بعضهم، اول اثنين
والثالثه كمان طبيعي يعني انه ايه، بس انه انا بجرب اذا اول طابق او ثاني طابق بجرب اطلعهم، ايه بطلعهم على العادي بدون اسانسير. وبعد هالحلقه حصير تكفي، حصير جرب اطلع اكثر، خلص بوعدكم حصير درجة بدنا ندرجها 100%. يعني رح نعطيك ستيكر هلا. ايه ما هيك حصير درجها اكثر. عن جد قد ايه هون التكنولوجيا عم تلعب دور سلبي من ناحيه السبور، او انت لا ما بعرف كنت عم تقلي تحت الهواء انه انت بتفضل تقول لا التكنولوجيا عم تلعب دور كمان ايجابي؟ اي لانه انا بستعملها ايجابيا عاده. انا لحتى اقدر شد العالم على الاكتيفيتيز اللي عندي، بعرف انه اكثريتهم قاعدين على قدام الكمبيوتر تبعهم او الموبايل تبعهم. انا بستعمل، انا الهدف الوحيد من استعمالي للتكنولوجيا هو لاخذ العالم من وراء الكمبيوتر تبعه من تكنولوجيا على الطبيعه. صح. انه فينا نستعمل تكنولوجيا بشكل ايجابي، انا بصراحه بشوف كل شيء ايجابي وبجرب لاقي كل الطرق اللي بتخلي اللي بتخليني استعمل اشياء بشكل ايجابي لحتى ناخذ منها الماكسيموم. هذا اهم شيء. حلو. بعد درجة شو في؟ بعد درجة عندنا مشيها. الهدف من مشيها كمان انه نرجع نكون اكتف اكثر ونرجع نمشي، فبين درجة ومشيها رح يصير عندنا برنامج كامل ضمن حياتنا اليوميه وبنكون عم نوفر وقت وعم نلاقي الوقت لحالنا أكتر. طيب انا كنت عم اقول لك شيء، كنت عم اقول له غيدا شغله، وقت ما العالم بدها توجه مساج شيء رساله خاصه بالسياسه او شيء اجتماعي بينزلوا على الطريق بيرفعوا الاعلام، الاحزاب ما بعرف شو بيعملوا او بيقطعوا طريق كرمال الهدف يكون ما بعرف ليستفيدوا يعني لا يقدر يوصل صوتهم. انا عن جد مع هيك شيء مشروع رياضي، العالم عن جد يعني نعمل حمله لترجع العالم شوي على القليله تتحرك تحكي مع بعضها، لانه وصلنا لمطرح يعني قاعدين بالبيت كلنا يا على الايباد تبعنا او على الايفون او على كذا، بطلنا حتى انه قلنا خلق نحكي مع بعضنا، وحتى في عالم صارت ما بتعرف تتواصل مع بعضها غير على التليفون مثلا، تيجي قاعده مع بعضها ما بتقدر تحكي يمكن كلمه او كلمتين مع بعضهم. فانا ما كنت عم خبر كميل انه انا ما ننزل على الطريق نحمل اعلام درجه مشيه ما بعرف شو نعمل، خلي هيك العالم ترجع تتشجع تعمل سبورت تتحرك اكثر، شو رايك؟ اكيد يعني مش انا بنزل معكم مره بس مش اكثر. مش اكثر. لا بس هيدي قصه مشيها كمان مهضومه لانه كتير. بالعاده نحن بنقول مشينا انه خلصنا بس ايه. انه لا هالمره لا مشيها ان شاء الله بتكون عن جد فعلي كمان لانه بحاجه نحن لهالموضوع. بنعرف قديش بنفش خلقنا وبنظهر ستريس بس نعمل سبور، خاصه اذا كان بطريقه طبيعيه مش مضطرين نضيع وقت طويل لما قادر يروح وقت يروح على الجيم. صح. اكيد صح. افكار كثير كثير حلوه ونحن معك للاخر عن جد يعني باي ايفنت خاصه بهيدا الموضوع بيشجع العالم تتحرك وتعمل سبور. انا فوق الخامس سوري ما فيني درجه خلص بوصل على الخامس. انت على طول يعني شو ما كان عندك طوابق بعتقد فيك تدرجيها لطابق معين وبعدين فيك تبلشي تطلعي شوي شوي لحتى توصلي على الخامس، لانه الخامس احساسك بالطابق الخامس مع الوقت بيصير مثل احساسك بالطابق الثاني. صح. فهيدا الهدف منها انه نحن شوي شوي نصير نعمل رياضه بدون ما نحس. اكيد هيدا اساسي. عم يحكي شاعر عن الدرجه. عن جد بتعرفي هيدا كثير اساسي لواحد لما يكون عنده هالشغف الكبير بشغله اساسيه اللي هي توازن العقل والجسم مع بعضهم، هيدي كثير كثير مهمه وكل واحد منا اذا بفكر بهالطريقه الايجابيه اللي عم فكر فيها كميل كلنا بنقدر نتنفس وعن جد ناخذ نفس مثل ما مره عملنا حمله كمان بعالم الصباح ونريح حالنا ونريح بعضنا كمان. هبه بنشوفك الاسبوع الجاي كمين. شكرا كثير لوجودك معنا. بينعاد عليكم اكيد لهجاتكم من تابع. خليكم معنا.